أهلا مشاهدينا فيكم في فقرتنا الأخيرة من سيدتي لليوم. ضيفتنا مشاهدينا متخصصة في مجال قليلة جدا مشاركة المرأة فيه. ضيفتنا متخصصة في رسم الكاريكاتير السياسي والاجتماعي، ومن خلاله تناقش قضايا عالمنا العربي. مشاهدينا اسمحوا لي أرحب في ضيفتنا الأستاذة دلال العز القيسي، فنانة الكاريكاتير والفنانة التشكيلية. مساء الخير وأهلا فيك بسيدتي. أهلا فيك. بداية أستاذة دلال، يعني خلنا نتعرف كيف كانت، يعني أنت في البداية فنانة تشكيلية وانتقلتي إلى فن الكاريكاتير، حدثينا عن علاقتك بالفن ومتى بدأتي بالكاريكاتير؟ أنا بدأت بالكاريكاتير من 2003 تقريبا. هو أكثر فترة يعني رسمت فيها الكاريكاتير كانت بالأحداث الأخيرة الثلاث سنين المرأة، ما يسمى بالربيع العربي، ما يسمى بالربيع العربي، والأحداث المتوالية والنكبات اللي صابت الوطن العربي. فكانت حافلة بالأحداث، فطبيعي إنه بتنامي وبتقومي على الأخبار، الطفل الصغير بيسمع أخبار، بيحكيك بالأخبار. طبيعي إنه أنا بحمد ربي إنه أنا أعطاني هالجفت لأقدر أرسم شيء يعبر فيه عن أفكاري وأفكار كثير من الناس. طيب وإلى الآن يعني تركتي مثلا الفن التشكيلي أو الرسم أو لا؟ لا ما تركته، ما بقدر أتركه أنا، بس أنا مجمدته موقع لأنه الأحداث كثيرة، فأنا يعني مضيعة وقتي، مش مضيعة وقتي، مركزي وقتي أكثر بالكاريكاتير لأنه أحداث كثيرة وما بتلحقي، يعني ما بتلحقي واحد ورا الثاني بتلحقيها. طب وبالنسبة للأفكار، يعني كيف تجيكي مثلا الفكرة أو الإيحاء؟ الأفكار كم تقريبا وقت الرسم؟ أنتوا نايمة، أنتوا قاعدة، أنتوا عم تطبخي، أنتوا عم تحكي مع صاحبتك، أنتوا عم تحكي مع زوجك بالبيت، الأفكار كثيرة من الأخبار، من الإنترنت، التحاليل السياسية اللي بتطلع على التلفزيون ممكن تاخذي منها أفكار يعني، وأفكارك أنت فبتطبقيها برسمة الكاريكاتير. طب تذكري أول رسمة كاريكاتير في 2003؟ أنا رسمة لشركة رسمت كاريكاتير عبارة عن علبة سردين، رسمت فيها موظفين كتير يعني بقلب العلبة وطالعين هيك وضغط عليها يعني. أنا كنت قاصدة فيها إنه العمل بالواسطة والتكدس الموظفين بالشركة، وفي ناس ما إلها داعي تكون يعني بطالة مقنعة فينا نسميها. فهيدا عم أخبر عنه، سميتها تيتي تيتي مثل ما رحت مثل ما جيتي. هذا بالنسبة للاجتماعي. طب والكاريكاتير السياسي أول رسمة؟ ما مذكرة أي رسمة معينة، في عندي رسمات كتير حلوة أنا وبحبها كتير وبتعبر عن الأوضاع اللي عفوا انت بديتي من 2003 قبل طبعا احداث الربيع العربي. مشاهدينا بس للتصحيح انا الان ذكرتها من يعني من لحظات. طيب والان يعني مين اقرب لك، الكاريكاتير السياسي لانه شائك، الكاريكاتير السياسي او حتى الاجتماعي، الفن بشكل عام هذا شائك وخطير يعني ما طب خلينا نغير السؤال، ما حسيتي بخطوره انك تخوضي مجال الكاريكاتير؟ هو في خطوره، وفي خطوره كثير على رسام الكاريكاتير، وبعدين بدك تكوني انت بحدود الاخلاقيات وحدود المنطق لحتى تقدري تعبري عن افكارك، ما فيك تطلعي وتتجاوزي الحدود. طب يعني عاده الفنان الرسام تحديدا او الكاتب انه كان يسرح بافكاره، كيف هذا الرقيب يكون دائما موجود ان لا هذه النقطه او هذه الممنوعات، وبنفس الوقت يكون عندك القدره انك تبدعي او تطلعي فكره مختلفه؟ لازم او نقد لاذع، كيف تجمعي ما بين الاثنين يعني؟ بجمع فيهم، بضطر لازم تجمع فيهم، وما في انشر الرسمي غير ما اكون يا انا يا حدا تاني يكون معي رقيب على هالشيء هذا. طب وسالتك مين الاقرب او مين اللي حتى اسرع بالكتاب الفني؟ ايوه قصدك اجتماعي ولا سياسي؟ لا سياسي. السياسي لانه هلا احداث كثيره ونحن عايشين بالسياسي، عم نفيق بالسياسي، عم ننام بالسياسي، فما في مجال يعني. فعم اقول لك انه انا بحمد ربي انه الله اعطاني هالموهبه وهالجفت هيدي اللي اقدر اعبر عنها، لانه المجال السياسي واسع كثير وسياسي بحياتنا. بحياتنا والسياسه هي سبب مشاكلنا وهي لازم تكون سبب حلول لمشاكلنا كمان. ف مجال واسع. مجالها واسع، مجالها واسع. طب الآن بتمارسي رسم الكاريكاتير بشكل مستمر، بشكل يومي، أسبوعي، أو حسب الفكرة؟ هو لك حدا الكاريكاتير لازم يكون يومي أبديت، لازم تجاري الأحداث وتشوف الأخبار. نحن عنا ببلدنا مثلا أحداثنا كثير ومشاكلنا كثير، أنا وبعيد وخلقنا كلنا يمكن، وأحداث كثير وما بتلحق يعني. فلازم تجاري الأحداث وتكون أبديت، يعني رسمة تنزليها بوقتها، ما بتنطر عليها أسبوع بكون خلص وقتها. أكيد. طب وبالنسبة يعني ما شاء الله يعني واضح عندك عطاء مثل ما ذكرتي، رسم يومي،
يعني البعض مثلا ما بيركز على افكار معينه، ينوع الافكار علشان يلحق انها تكون في افكار متتاليه، لكن ما شاء الله رغم هذا العطاء ما في عدد واضح من الفنانات الكاريكاتير عندنا في الوطن العربي. ليه؟ للاسف يمكن بسبب مجتمعاتنا الذكوريه. فالمرأة يمكن برأي البعض يعني إن المرأة مكان البيت والمطبخ. فأنا برأيي المرأة ممكن يكون مكان البيت والمطبخ، مش غلط، ويكون مكان تاني كمان، يعني ممكن تدير بيت وتدير وزارة، تدير مدرسة، تدير أي شيء. فاللي عنده عطاء حرام تحرم الناس منه، واللي عنده أفكار جيدة وخلاقة ممكن تعطيها للناس يستفيدوا منها. دائما نتكلم عن معرفة الطرف الآخر أو معرفة العدو، لكن يعني للأسف هذه الفكرة مو منتشرة عند الجميع، لكن أنت من القلائل اللي كتبت عنهم إحدى الصحف الإسرائيلية بأنك فنانة، وكان لك ردة فعل على هذا الموضوع، حدثينا عنه. أنا أول ما شفتها فزعت أول شيء، قلت هأريتس. هأريتس طبعا من الصحف الإسرائيلية المعروفة. بعدين انبسطت فيها لأنه يعني الجريدة عدتني كواحدة من نساء القلائل اللي بترسم كاريكاتير، وهي المشكلة عندنا بالوطن العربي إنه المرأة ما عم تاخذ مجالها، ما عم تاخذ المساحة تاعتها لتعبر عن أفكارها، إنه بفكروا إنه الكاريكاتير بيأثر على أنوثة المرأة. بالعكس، المرأة أنوثتها ما بتتغير، بالعكس العقل هو اللي بيشتغل مش الأنوثة بهالشيء. فبتمنى انه يعطوها المجال ويكون مجال اوسع، يعني يعطوها، لانه حتى الجرايد والمجلات النسائيه. لكن اكيد في رسمه مثلا معينه وان كان ضد، لكن هي استفزت مثلا هذه الصحيفه او هذا المكان بغض النظر ايش هو. يعني في رسمتين موجودين بال ممكن تشوف يقطعوا هلا على الكمبيوتر على التلفزيون، استفزتهم ولها السبب يعني ان حكيت فيه عن المطامع الاسرائيليه الامريكيه والمصالح السورية الإيرانية إلى آخره. طبعا أكيد طبعا من الأفكار، هذا طبعا كل واحد لرأيه السياسي أكيد، وطبعا إحنا نحترمه. ننتقل لجانب ثاني هو الدعم، يعني أكيد في صعوبات بتكلم عنها لاحقا، لكن خلينا نتكلم عن الدعم. مين اللي يدعمك دلال؟ مين بدعمني قصدك، معنويا ولا الاثنين؟ معنويا وأيضا يعني ماديا. هو كنت متواجدة. ما في، جوزي محمود هو اللي بدعمني معنويا وبيستفزني لأرسم. وإذا يوم كيف بيستفزك؟ يعني إذا يوم ما رسمت جملة هي مثلا بترسمي، لازم تعطي، لازم تتابع الأحداث وهيك، وأنا بوجه له تحية. طب وبالنسبة للصعوبات اللي واجهتك في المجال؟ إنه ما المجالات العربية، يعني أنا اللي بزعلني إنه هأرتس كتبت وذكرت بالأسماء، المجالات العربية ما بتذكر ولا هي هون، يعني ما ركزوا بسلط الضوء على المرأة. طب ليه ما ناخذ هذا الموضوع بنقطة إيجابية، أنك أنت استفزيت الشخص اللي يعني لو افترض أنه يستفز، أن الرسالة وصلت، ليه ما ناخذها بهذا الشكل؟ ليه ما بيعطوا المجال أو حتى للمرأة؟ أنت تغطي مثلا قضايا مثلا عربية أو اجتماعية لكن حتى الآن ما كان في عليها صدى في الصحف العربية مثلا؟ لا، يمكن ما بيعتبروا المرأة مهمة. إذا رسمت كاريكاتير مهمة ترسم افتح الجرايد والمجلات ما بتلاقي مرأة ترسم، كله رجال. كله رجال. يمكن لان فيها خطوره ففيها تحمل مسؤوليات اكثر بالنسبه للرجل، ممكن نعتبر هذا السبب. ما عم برسم سبب من اسباب الرجال مو من اسباب النساء ترى. ما عم برسم كاريكاتير انا، بس بدك يعطوك المجال، يعطوك المساحه، يشجعوك. طب رساله اخيره توجهها طبعا للمهتمين بفن الكاريكاتير، انه يتابعوا الاحداث، واللي عنده افكار وقفت هيدي نعمه من الله، يقدم اللي بيقدر عليه. أكيد طبعا. الأستاذة دلال العز القيسي، فنانة الكاريكاتير والرسامة التشكيلية، شكرا لك، وإن شاء الله يعني مثل ما ذكرتي شوية بعيد الفن التشكيلي مرة ثانية يكون متواجد طبعا مثل الفن الكاريكاتير. مشاهدينا إذن هذه كانت حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. مشاهدينا مثل ما نقول دائما، أي شخص أو إنسان عندهم موهبة فتأكدوا دائما أن سيدتي هو المكان الصحيح لوجودكم. أكيد غدا يوم جديد مع فقرات متنوعة، وختاما تقبلوا تحيات فريق عمل سيدتي. في أمان الله مشاهدينا.